الطبقة الأولى المقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والثانية لوالدي الله يقومه بالسماء والوالدي الله يطول في عمره، والثالثة زوجة الحبيبة أم راكان وأولادي راكان وكيان الله يحفظهم إن شاء الله. شكرا محمد، يعطيك ألف عافية. الآن ها هو محمد النجار يصعد إلى الطائرة التي ستقله إلى ملامسة حدود الفضاء، هنا بعد أن قضى فترة التدريبات اللازمة والمكثفة بخوض غمار هذه الرحلة. الطائرة إلكتريك لايتنينغ ذات المحرك النفاث والصوت العالي جدا اعتادت على الإقلاع بطريقة المغامرين وسرعة البرق بشكل عام.